بداية كده عرفينا هو ايه المركز وايه الأدوار اللي بيقوم بيها تجاه الأطفال ومن سن كام؟ المركز القومي لثقافة الطفل هو مركز بحثي بيتعامل مع الأطفال بشكل علمي. الفكرة مش في النشاط، لا، الهدف إن احنا بنعمل حزم للأنشطة بحيث تبقى برامج بتستهدف الطفل في تعديل سلوكه، في تغيير نمطه، تنمية مواهبه، وده طبقا لاستراتيجية وزارة الثقافة اللي طبعا بناء على خطة عمل الحكومة. عندنا مثلا في البداية كده برنامج مثلا زي تنمية ودعم المواهب. المركز القومي لثقافة الطفل بيقوم بنشاط كبير جدا في المنطقة دي. أولا عملنا كذا مبادرة، منها مبادرة اسمها أنا موهوب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. المبادرة دي بتعمل على اكتشاف ودعم الموهبة للأطفال لتأهيلهم لأنهم يشاركوا في مسابقة زي مسابقة الدولة للمبدع الصغير اللي بترعاها طبعا السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس. وفكرة اكتشاف المواهب تندرج تحت المسابقات اللي بيقوم بيها المركز، وطبعا بتختلف من مسابقات أدبية، ثقافية، علمية. يعني احنا بنصقل المواهب في كل أنواع المواهب، يعني الفنية والرياضية والعلمية، كل يعني عندنا مسابقات فنية ومسابقات أدبية، وعندنا مسابقات علمية زي اصنع كتابك الإلكتروني ومخترع الصغير. المسابقات دي بعد ما بتنتهي خلاص مش الطفل كده خلاص، لا، احنا بناخده وندعمه. ازاي بقى؟ الأطفال اللي فازوا في المسابقات الأدبية بنعمل لهم نشر للمقالات والقصص والكتب اللي هم كتبوها، واللي بيرسم يرسم لزميله اللي بيكتب. بالنسبه تمام، يتكاملوا مع بعض. بالظبط. وبالنسبه للمنطقه العلميه، في تعاون وشراكه بين المركز القومي للبحوث واكاديميه البحث العلمي. الاطفال بيتعمل لهم زيارات ميدانيه، بيروحوا يتفرجوا على المعامل المركزيه هناك ويتعلموا من اساتذه دكاتره، يعلموهم ازاي تكتب بشكل اكاديمي. مش في انت عندك الفكره بالفطره، ولكن احنا عايزينك تبقى بتكتب اللي هو مشروع بحث. ممكن تعمل بحث اكاديمي مثلا، ويبقى في حاجه اسمها دعم وحاضنه للاعمال. يعني لو في حد مقدم مشروع مستاهل ان هو وبالفعل في 2 من الاولاد من بني سويف عاملين مشروعات للطاقه المتجدده. المركز عمرهم قد ايه يا فندم؟ طفل عنده 15 سنه وطفل عنده 10 سنين. الاطفال دي كانوا فايزوا في جائزه الدوله للمبدع الصغير. خدتهم المركز القومي للبحوث بعد ما عملنا فلتره لاكثر من 20 عمل. قعدت لجنه متخصصه من الدكاتره واختاروا عملين. العملين دول عملوا لهم حاضنه ان هم يتطبقوا ويتنفذوا على مستوى الجمهوريه. طيب الاطفال من سن كام ممكن يشاركوا في النشاطات المختلفه دي، وبيعرفوا ازاي وبيشاركوا ازاي؟ الاطفال من سن 8 سنين او 6 سنين كمان، يعني لان احنا عندنا انشطه مختلفه في ما قبل المدرسه وفي من اول بدايه المدرسه. المشاركه احنا عندنا الصفحه الرسميه للمركز القومي لثقافه الطفل، بيدخل عليها. اماكننا معروفه، في مكان في الهرم وفي مكان في الحديقه الثقافيه للاطفال بالسيده زينب. مكان مفتوح مجاني، الانشطه مجانيه. بنقدم فيها في الهرم بنقدم حديقه الفنون. حديقه الفنون بتعمل كل يوم 2 و3 من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 2 الظهر، بتقدم ورش فنية للأطفال. تمام. كورسات صيفية دلوقتي حاليا في أكتر من 20 كورس مختلف للأطفال. بيدخل على الصفحة بيسجل اسمه في الكورس بينضم للكورس. طبعا في اختبار علشان نقدر نشوف الليفل بتاعه هو فين، وبيبتدي بقى فيه كورسات رسم، كورسات أدبية، إعلامي الصغير، الصحفي الصغير، فكرة إزاي تكون مثلا رسام بشكل احترافي، رسم بورتريه. الكورسات دي مدتها قد إيه، وهل بمبالغ رمزية ولا مجانية؟ في كورسات مجانيه وفي كورسات بمبالغ رمزيه تقريبا 150 جنيه. والكورسات دي مدتها بتختلف حسب المدرب. كل مدرب بيختار المديولز اللي هيشتغل عليها وبيقول انا مثلا 6 محاضرات 8 وكذا. وفي محاضرات او كورسات مجانيه، يعني مثلا انا براند. اتفضلي. بس احنا هل مش ممكن هي يكون في توسع في استخدام مثلا الاليه نفسها، يكون مثلا في تعاون مع بيوت الثقافه بحيث يبقى الفرصة أكبر للي في المحافظات؟ لأن بنتكلم هنا عن مركزين بس حضرتك اتكلمتي عنه. لا، احنا بقى في توسع لسه، أنا ما كبتش يعني جاية لك في الطريق. احنا ما بنتعاملش بس جوه القاهرة والجيزة، ولكن احنا بنسافر بقوافل اسمها قوافل عيالنا. بنعمل ده للأطفال في المحافظات بشكل أو بآخر. بنسافر لهم احنا وبنروح ببرامج وحزم أنشطة بنشتغل عليها معاهم، وكورسات برضو بتتطبق معاهم. بس تبقى حاجات يومية، يعني رحلة يومية ولا أكتر؟ في يعني في داخل يعني مثلا محافظات زي الصف، يعني حاجات قريبة بتبقى يوم. لكن لما بتروحي سينا أو العريش أو بنقعد أسبوع 10 أيام على حسب ونشتغل. وبيبقى في تنوع بقى في البرامج اللي واخدينها معاكم، سواء
طبعًا. من كل الانشطه البرامج يعني. بتتقدم عندك انشطه فنيه اذا كانت ورش فنيه او اعمال يدويه، حرف يدويه، فخار واركت وزي كده. عندنا كمان انشطه قوليه، حكي، ندوات، محاضرات، عروض فنيه. عندنا اصلا اكتر من فريق، يعني في كورال سلام، في فرقه بنات وبس، في فرقه بنكمل بعض ذوي احتياجات، في اراجوز واراجوستا، وفي عرايس ماريونيت. ففي اكتر من فريق المركز القومي لصحه الطفل داعم ليهم. خليه بس اضيف لك حاجه، بخلاف ده كله في اكتر من مبادره احنا بنقوم بيها كل ده في الوقت الحالي. في مبادره معاك، مبادره معاك القوميه بالتعاون مع المجلس العربي للطفوله والتنميه. المبادره دي بتقوم على الاطفال المناطق العشوائيه. بدانا بالمرحله الاولى منطقه الخياله، وحاليا احنا في المرحله الثانيه منطقه الروضه. بنستهدف تمكين الطفل المصري، رفع وعيه، تنميه مواهبه، ونعمل نوع من انواع العداله السوق للمكان. يعني بديل عشوائيات بالظبط، بدائل العشوائيات. يعني بتروحوا للمكان وبتقعدوا فين بقى؟ ايه الاماكن مثلا؟ مراكز شباب دعم جاي لكم منين في الاماكن؟ في منطقه الخياله نفسها رحنا وشفنا ممكن نبقى موجودين فين. في حديقه هناك اشتغلنا جزء فيها، والجزء الثاني اشتغلنا في الحديقه الثقافيه للاطفال اللي هي في السيده زينب اللي هي التابعه علينا. منطقه الروضه احنا حاليا بندرس هنشتغل فين في المنطقة، ولكن في برنامج علمي ودليل علمي للأنشطة والبرامج اللي هنقدمها للأطفال عشان تختلف من منطقة لمنطقة. بتدرسوا المنطقة؟ احنا بندرس، بنحدد احتياجات الحالة الأصلا اللي هنشتغل عليها، وبناء عليه بنغير التكتيك نفسه أو التكنيك اللي احنا هنشتغل عليه. دي مبادرة معاك. في مبادرة تانية اسمها كن فعالا. مبادرة كن فعالا لأطفال دور الرعاية الاجتماعية، دور الأيتام. طبعا هي مختلفة لأن أنت بتتعامل مع فئة مختلفة بظروف مختلفة. في مبادرة تانية اسمها جيلي على التاريخ، كلها هدفها ان التوعية الثقافية والعلمية بالأنشطة المختلفة زي ما في يعني العمل في المركز بشكل عام، ولا بتضيفوا لها حاجة متعلقة بالمنطقة، متعلقة بثقافة الولاد اللي فيها، متعلقة بدور الرعاية وتمكينهم وازاي يكونوا فاعلين في المجتمع ومشتركين في المجتمع؟ الهدف الاساسي زي ما قلت لحضرتك عداله ثقافيه. بنوزع الخدمه الثقافيه للاماكن الاكثر احتياجا، لان عندك الاماكن دي ما بتوصلهاش خدمه ثقافيه. تاني حاجه بنعمل تعزيز للقيم الايجابيه وتعديل للسلوك. ده بشكل اساسي احنا بنشتغل على المناطق دي. كنت بقول لك في مبادره اسمها جيلي عارف تاريخه. المبادره ديت بتشتغل مع الاطفال، بتزورهم الاماكن التاريخيه والسياحيه اللي موجوده في مصر والثقافية، لأن احنا عندنا إرث ثقافي كبير جدا يمكن الولاد ما يعرفوش عنه حاجة. بيروحوا في رحلة وبيعملوا بيدخلوا في مسابقة اسمها سفير لبلدي. أنت بترسم وبناخد الرسوم اللي أنت عملتها وبتبقى أنت السفير، وده طبعا بيكون مؤثر جدا كمان على ولائه وانتمائه. طب تواجد حضراتكم في نبتة، هل ليكوا حضور هناك؟ وزارة الثقافة ليها حضور، بس يعني دار الأوبرا، تنمية المواهب كان ليهم حفلة من كام يوم، وكانت بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مدبولي، وكانت حفلة رائعة وأصوات مميزة جدا وأغنيات حلوة. غنوا الليلة الكبيرة وغنوا حاجات جميلة قوي. يعني ده جزء من نشاط الثقافة ونشاط المركز والأفرع المختلفة داخله، صح كده؟